ركنية، الركنية لليفربول. والدفاع يمشي برجيل افضل لاعب في اوروبا وخطيره، فما مسك له. ماذا يقول الحكم؟ يقول كره ستعود من التسلل لنابولي. تكلمنا عن العمومي، العمومي يتحدث عن سطوه انجليزيه. انجلز وتحط الكره، ماتش عم ناول ما كانش طيب، ماتش عم ناول كان سيء. الى حدود الدقيقه الاخيره اختف نابولي الهدف. هذا الموسم اراهن اشجع ماشي فيها. صلاح باش يخرج راس راس، فما مدافع قدامه، مشات معاه، ترجع معاه صلاح وساديو، والمصري لا ينجح في التمرير للسنغالي. والشوط والهدف يضيع، واحدة واثنين وجول، الراسية والهدف الأول، ولكن كرة في التسلل، كرة في التسلل، اهتزت شباك الحمر، ضربت شباك ليفربول، ولكن في موقع غير سليم. 25 في الأبطال سيعادل ديدي دروغبا، وما أدراك من دروغبا. كرة ترجع للحارس ميريت، الحارس الإيطالي. وعلى ذكر الطليان يلعب الكرة آلان، البرازيلي ممتازة جدا، فماش تسلل فما كنترول، ولكن يرجع روعة أنت يا ماتيب، رائع أنت يا جوهيل. كرة طويلة، نابولي خطير. يلعب مع صلاح، عنده لمين، يمشي صلاح وكاليدو كوليبالي، عرقلة ملا سليمة يا السنغالي. السادات تيرانجا أقوى مدافع أوروبا، أنا نشوف فيه كوليبالي الحقيقة لو يجوز لي التصنيف. لوزانو، لوزانو فيرجيل، لوزانو يشوت ويجيب كورنير، ركنية لنابولي أو تماس، تماس لفريق نابولي. لوزانو اللاعب السابق اللي رقم 30 لليفربول ضد الطليان، والراسية للهدف الأول التي ضاعت. الليفر ضد أندية الكالتشيو، ف 35 هدف للحمر، تمشي ملعوبة، البحث عن ساديو، يدخل ماني، والكرة ضاعت، ضاعت الكرة على التيرانجا. هذه هي الكرة الأخيرة، كايخان دي لورينزو حط الكرة، حاول يستعرض ويفاجأ، ولكن لا خوف على أدريان. العاطل عن العمل صار بطل السوق، نعتبرها إجابة شرعية وما سرقتش المعلومة. والكرة خطيرة، والساديو ركنية، ساديو وكورنير. مازال في جرابك للمعلومة دقيقتين، فزر فزورة الشامبيونز ليج. بينما نرجع نحكي، يدخل الجواب ويدخل قرار ونغمة وتسديدة، والساديو، والساديو يضرب بالنار، وكرة جيمس برا، كرة جيمس برا. 30 ثانية، 30 ثانية، صلاح في فورمة كبيرة، شوف الباس فيرمينو، فيرمينو صلاح، صلاح يهرب، ترجع كرة خطيرة وملعوبة. أوه فيرجيل ما يعديه ولا واحد، فيرجيل ما يعديهوش، ما يروش الرجال يا مان. الكرة الثابتة قد تصنع فارق، يضرب كوليبالي ما يضربش فيرجيل أطول، طالب الكوتش والميستر كارلو، هذه خطيرة، لو تعديت يا ماتيب يحطها لوزانو جول. برافو جوال ماتيب، والعرضية والكروس كما يقول الطليان. شبكة، ما زالت الخطورة، الهدف الأول قد يأتي بالراس، نابولي، هدف منك يا لورينزو، يمشي لوزانو وخطيرة، متسقيك ما مد السقيه، ما مد السقيه قدام أرنولد، وخطة لأرنولد. أرنولد ألكسندر، 28 دقيقة لعب في الشوط. لورينزو، لورينزو ماتيب، لورينزو عداه، يمشي بالكرة لوزانو، ميرتنس قصير 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 يا قصير يا ميرتنس.